السلام عليكم، معكم يوسف الخطي دائما في لاجيل متعلقة بكل مواعيدنا. نشوفوا حبة بارت دائما في الديبلي، حفرنا الساس، دابا غندخلوا الفيت سانيتير، غنحفروا داخل ديال البقعة. داخل ديال البقعة ديكاباب واحد 15 سنتيم، يعني لاوتور ديال 15 سنتيم، غنحفروا لداخل ولكن ما غنغرقوش، الساس هو اللي كينغرقو ليه مزيان، أما لداخل كنهبطو غير كنديكابيو. الداخل ديال البقعة غير كنديكابيوها بواحد 15 سنتيم ولا 20 سنتيم. هنا في الاكزيرسيس عطينا هابطة ب15 سنتيم، يعني الداخل لاهوتور الداخل باش حافرين لاهوتور 15 سنتيم. انا عرفت لاهوتور، شنو باقي ليا؟ باقي ليا الطول، غنخدم على هاد الكوطاسيون، والعرض غنخدم على هاد الكوطاسيون للداخل. الطول عندي 9.40 كتمثل ليا من الراس ديال الحيط الراس ديال الحيط، يعني انا عندي من الراس ديال الحيط الراس ديال الحيط 9.40، ولكن انا خصني منين خصني انا نشد؟ خصني نشد من الراس ديال الساس، يعني من الراس ديال الساس لداخل لداخل ديال البقعه حتى للراس ديال الساس اللي هو هذا لداخل ديال البقعه. اذا شحال خصني نقص؟ خصني نقص 10 سنتيم ديال الصيناج ونقص 10 سنتيم ديال البيطون دو بروبورتي باش خارج، هي 20 سنتيم. خصني نقص 20 سنتيم ديال هذه الجهه للجهه اليمنى ونقص 20 سنتيم ديال الجهه اليسرى، هي 40 سنتيم. يعني 9.40 نقص منها 40 سنتيم، يبقى لي 9 المتر. هانشي ونديرو هنا 9 المتر مضروب. انا لقيت الطول، بقى لي العرض. العرض عاوتاني نخدمو على 3.90 متر. 3.90 متر كتمثل لي من داخل الحيط لداخل ديال الحائط 3.90 متر، تا هو نفس الطريقة. 3.90 متر 3.90 متر كتمثل لي من الداخل، من هنا من الراس ديال الحيط حتى الراس ديال الحيط، ولكن انا خصني من الراس ديال الساس للداخل حتى الراس ديال الساس. يعني شحال خصني نقص؟ خصني نقص 10 20، يعني 10 سنتيم ديال الصيناج و 10 سنتيم ديال البيطون دو بروبورتي، وكذلك هنا 10 سنتيم ديال الصيناج و 10 سنتيم ديال البيطون دو بروبورتي، هي 20 20. يعني خصني نقص 40 سنتيم. 40 سنتيم خصني نقصها من 3.90 متر، بقى لي 3.50 متر. يعني 9 المتر في 3.50 متر في العرض، و لاوتور لاوتور ديالنا هو 0.15، يعني لاوتور ديالنا غنشوفو شحال يساوي لينا هادشي هذا، يعني ها الطول ها العرض ها الارتفاع. و لاوتور راه معطية ليك هنايا، هي 15 سنتيم، لاوتور في الفيت سانيتير ديالو 15 سنتيم. أنا رسمتها ليكم كاع باش تعرفو بأن ها هو لاوتور ديالو 15 سنتيم لداخل. دابا غنشوفو شحال يخرج لينا للخارج. كيما شفنا غيخرج لينا 4.725 متر كيب. هاد 4.725 غنشوفو غنزيدوها على الساس، على المتر، على الحفير اللي لقينا في الساس اللي هي 14.595، واللي خرج لينا راه هو الديبلي توتال. يعني كيما نشوفو الديبلي توتال هو 19.32، ملي نجمعو هاد الريزلتا لقاو 19.32 متر كيب. يعني ملي نجمعو هاد الحفير ديال الفيت سانيتر اللي حفرنا لداخل والحفير ديال الساس يعطينا التوتال ديال الديبلي. وبالتالي غنكونو سالينا الديبلي. في الفيديو الجاي غنديرو الرومبلي. تابعونا فلاشين وتابوناو معنا فلاشين، ابوني ابوني ابوني، بارطاجيو كاع لي جروب.